بالغ اذا قلت بان اكشون ولا ظاهره. ظاهره علاش؟ جوهرها لا يتعلق فقط بهذا السيد اللي قال هذه الجمله بعيدا عن ما كانت حقيقيه ولا تمثيل، ولكن يتعلق بكل ما يدخل في طوندونس المغرب، واللي غالبا اما فيه قتيله، فضيحه، صيحات عبيطه، ضربات بين الخوت الى اخ. فعلاش المغاربه عزيز عليهم يتفرجوا في الفضائح ويتابعوا قصص عباد الله في اليوتيوب؟ حقيقه لا يمكن ان نربط متابعه محتوى اليوتيوب الذي يدخل ضمن الخانه السطحيه فقط بالمغاربه، لان جوله واحده في طوندونس مختلف الدول تكشف ان العالم تقريبا كيتابعوا نفس المواضيع في اليوتيوب وغالبا فضائح. ولم يخطئ الفيلسوف نيتشه حينما قال نحن مهووسون بالفضيحه حد الخلاعه. انتشار اكشوان وقبل منه نيبا وغيرهم اللي كلهم كيتحركوا وفق سيناريو مكتوب سلفا ماشي عفويه مطلقه، ماشي جديد. هذا البلان كله ماشي جديد. علاش؟ لان اول قناه دارت في اليوتيوب واللي استطاعت توصل 100,000 مشترك في ذاك الوقت، يعني في 2006 كان رقم كبير 100,000 مشترك، كانت هذه القناه لاش لواحد البنت سميتها، المهم قناه سميتها لونلي جيرل 15. شنو كدير فيها هاد البنت؟ كتبقى تصور الحياه ديالها، زعما ديال حياه مراهقه في ثانويه في واحد البلده، حياه بسيطه وممله. الناس في الاول كان كيعجبهم هادشي، كيتحبلو مش حقيقي. من بعد اكتشفوا بان هذيك القناه كانت مزيفه، وان هذيك الفتاه هي ممثله، ودابا راه هي ممثله حاليا سميتها جيسي لي روز، وان هذيك الفيديوهات كلها كانت مكتوبه سلفا. ولكن محتوى هذه القناه حقق الهدف، الا وهو استقطاب عدد كبير من المشاهدين ومتابعين لهذا الموقع اللي دخلوا ليكتشفوا شنو هو هذا اليوتيوب، ومن بعد ولاو مدمنين عليه كيف ما كنشوفوه في الشكل الحالي ديالو دابا. حاليا اليوتيوب تيبقى يقترح عليك مجموعه من الفيديوهات اللي كتكون مشابهه للفيديوهات السابقه اللي تفرجتي فيها، يعني هو كيشوف على حسب الهيستوري ديالك، ويعمل جاهدا باش يخليك عنده اطول مده ممكنه. يعني مثلا كل ما قلبتي على اكشوان غيبقاو يطلعوا لك الفيديوهات ديال اكشوان، وكذلك بالنسبه للقصص الاخرى. ما يقارب 5 مليار مقطع فيديو يتم مشاهدته يوميا على اليوتيوب. تخيلوا معي هاد الكم الهائل الفيديوهات، واش ما غيكونش عندها تاثير على مشاعرنا وعلى حياتنا؟ بالطبع يكون تاثير. نتائج هذه الدراسه نشرت في واحد المجله علميه اللي هي سوشيال بسيكولوجيكال اند بيرسوناليتي ساينس، واللي بينت ان مشاعر الناس كتاثر بالفيديوهات اللي كيشاهدوها، يعني كيتفرجوا فيها وكيتابعوها. يعني كنت انت متابع واحد تيدير واحد الفيديوهات فيها التعصب وتخسر الهضره وهذا وهذا كيف قريب صار يكون، فغالبا انت غتولي بحالها تخسر الهضره وتعصب على سبه. اما اذا كان عاوتاني محتوى سعيد وايجابي غتكون انت كذلك، واذا كان عاوتاني هذاك اللي كيصاوب بالفيديوهات مكتئب انت غتولي مكتئب اوتوماتيكمون. وكتعرف هذه النظريه في علم النفس الهوموفيلي بيناتنا. احنا اصلا المغاربه بسم الله ما شاء الله علينا محتاجينش اكتئاب. اصلا حوالي 10 مليون مغربي اللي فوق من 15 عام عندهم امراض نفسيه وعقليه. انا ماشي قلتها، قالها الوزير. هذه راه ارقام رسميه صادره عن وزاره الصحه. 26% يعانون من الاكتئاب، 9% كيعانون من اضطرابات القلق، 5% يعانون من اضطرابات ذهنيه. تخيلوا معي هذه الارقام. الأخطر من ذلك كله أن محتوى اليوتيوب يؤثر بشكل كبير على الأطفال. هذا الاضطراب النفسي غالبا ما كيتصابوا به الفنانين والمشاهير المعروفين، حيث تصبح رغبة تحقيق الشهرة والحصول على عدد كبير من المشاهدات وعلى المال أكبر هم عند شريحة واسعة جدا من الأطفال حول العالم، واللي ممكن يعرضوا نفسهم للخطأ في سبيل ذلك. وهذا بطبيعة الحال ما يدعونا إلى محاربة صناعة التفاهة. راه خصنا ضروري حتى ندير واحد الهاشتاج نقولوا فيه توقفوا عن جعل الحمقى مشاهير. فنتمنى ان شاء الله انه نتوقفوا على صناعه التفاهم وما نعطيهمش اكبر من حجمهم. سلامات.